غرقانين يا با في سنو الحمد لله يا عم الموضوع جاب 3 مليون اهو. اه يا حبيبي الحمد لله مشغل في كل حته الحمد لله. طب انت يا ابو الشاع عايزين حاجه جديده كده دلوقتي؟ اه يا عم دلوقتي انت بتاع دلوقتي يا ابو الشاع يا صاحبي انا خلصانه يا بابا. ثواني يا لول اوعى تقول لي حنطيره والشاع مجهزين حاجه. هم حنطيره والشاع في غيرهم؟ لا كلمه بقى خليهم يكلموا. يا حنطيره انت فين يا حبيب؟ فين؟ داخل على انت والشاعر؟ طب بسرعه يابا. ماشي يا حبيبي ماشي يلا داخلين علينا هم يا عم. سلام يا ابو. السلام عليكم رجاله يا حبيبي يا شاعر حنطيره ماشي انت لسه هتسلم هات يا عم هات يا عم خلينا نسلم. لا خلي بالك ابو الشوق سخن قوي على الموضوع ده مكسر الترابيزه. ابو الشوق هيولعها في الموضوع الجديد. ايه الاخبار؟ تمام 100 100. هو ده شكلك كيف اتفرج ده بقى شكلك حصريا على موقع فيجو. شاب يوماتي مقضيها واي بنت يعجب بيها يمشي معاها يوم واتنين يسيبها ويروح للي بعديها. ارقام بنات على تليفونه في اللي تسونه في اللي تخونه ولو في مره اخته تعكست يعمل حكايه يتجلد لونه. صحابه يفتح شات طب بص شوفوا عدد البنات في اللي يقول له ايوه بقى. طب فين محدات اخوات تليفون وشاحن حاجه اساسيه اما صلاته دايما منسيه تليفونه دايما بيغني عشان مليان افلام جنسيه. تبدا حكايه كل ليله بعد ما يناموا كل العيله قافل باب ومحدش شايفه ودماغه تجر للرذيله يخش يقعد على السرير بالهاند فيه والمناديل يفتح موقع ازرق فازرق يتفرج على افلام كتير وبعد الفيلم الاولاني لسه دماغه عايزه تاني يريح نفسه بالفرجه ارتكب فعل غير انسان تحت قلبه الدق الزيته جسمه اتصلب كانه حديده ملك الموت فجاه ظهر له مشهد على عز بيبقى جديد وتاني يوم امه تصحيه قافل بابه ومفتحه فيه طغب كتير ما بيردش صحة ابوه لقيت عليه كسر الباب فتح صحي في التليفون شافه في المباحي الام نقرت ابني مات من جواه يصرخ لا انا صاحي ايوه ما مدش لا انا صاحي. ما تموت كلها اهانه هتفيدك بايه بقى الندامه في الدنيا كنت جاحد لربك هتقابله في فيلم يوم القيامه. غرقانين يا ما بنسيبكم يا اللي بتسمعنا ارجع وتوب محمد الشاعر مصطفى حنطيره كلام يرك في القلوب ابو الشوق غنى وزاح في التوزيع شوف الابداع المرجيه مع عنوان الفن وشيكا جاي بقلب شجاع حصريا على موقع فيجو. شاب يوماتي مقضيها واي بنت يعجب بيها يمشي معاها يوم واتنين يسيبها ويروح للي بعديها. ارقام بنات على تليفونه في اللي تسونه في اللي تخونه ولو في مره اخته تعكست